بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد. معكم الأستاذ رفعت حمزة، موجه أول رياضيات من خلال منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. النهاردة هنشتغل أولى حلقات الهندسة الفراغية. عنوان درسنا الشباب اسمه النظام الإحداثي المتعامد في ثلاثة أبعاد. تعالوا الأول نتكلم كده كتمهيد صغير. احنا خدنا في المراحل السابقة في الإعدادية وأولى وتانية ثانوي إزاي نحدد موضع نقطة على خط مستقيم. لتحديد موضع نقطة على خط مستقيم كنا بنرسم خط مستقيم ونحدد نقطة ثابتة تسمى نقطة الأصل، ونشوف النقطة بتاعتنا تقع على يمين هذه النقطة أم على يسارها، وبنحدد موضوعها زي الرسمة اللي أمامي. النقطة عند ألف تبعد مسافة س عن نقطة ثابتة اسمها نقطة الأصل. بكده حددنا موضع الجسم عند نقطة ألف، موضوع هنا اسمه س، ده كده اسمه تحديد نقطة على خط مستقيم. درسنا أيضاً إزاي نحدد نقطة في نظام إحداثي ثنائي الأبعاد. عشان نحدد نقطة في نظام إحداثي ثنائي الأبعاد لازم نعمل محورين متعامدين اللي هم محور س ومحور ص. النقطة اللي أمامي اسمها ألف إحداثياتها س وص، دي معناها تعين المسافة س على محور السينات والمسافة ص على محور الصادات، وبالتالي بنقول إحداثيات هذه النقطة س وص. ده اسمه نظام ثنائي الأبعاد. إحنا بقى موضوعنا الرئيسي اسمه النظام الإحداثي المتعامد في ثلاثة أبعاد اللي هو البعد الثلاثي. لتحديد موضع نقطة في الفراغ بحيث يجب إن إحنا نكون نظام إحداثي متعامد مكون من ثلاثة محاور وليس محورين. احنا بنتكلم دلوقتي في نظام ثلاثي الأبعاد اللي هو الفراغ، وبالتالي محتاج بعد ثالث هنسميه البعد العيني. وبالتالي أصبحت محاورنا المتعامدة الثلاثة هي محور س ومحور ص ومحور عين. الثلاث محاور بيتلاقوا في نقطة واحدة تسمى نقطة الأصل، والثلاث محاور متعامدة مثنى مثنى. يعني إيه متعامدة مثنى مثنى؟ يعني الزاوية بين واو س وواو ص قائمة، والزاوية بين واو ص وواو عين قائمة، والزاوية بين واو س وواو عين قائمة. دول بنسميه النظام الإحداثي المتعامد في ثلاثة أبعاد. طيب إزاي بقى نحدد نقطة في هذا النظام؟ بنسميها نقطة في الفراغ. الشكل الأمامي يوضح لي نقطة ألف، عايزين نعرف إحداثياتها إيه بالتحديد، يعني هي تقع على بعد كام من محور س، وعلى بعد كام من محور ص، وعلى بعد كام من محور عين. وبالتالي هنبتدي من نقطة الأصل وهنمشي مثلا وحدتين على محور س كما بالشكل، ثم نتجه نحو محور ص ثلاث وحدات كما بالشكل، ثم هنتجه نحو محور عين اللي هو المحور الرأسي أربع وحدات كما بالشكل. النقطة اللي أمامي تسمى نقطة كاملة في الفراغ إحداثيتها 2 و3 و4. 2 دي هي المسقط السيني، 3 المسقط الصادي، 4 المسقط العيني. اللي أمامي دي يا شباب بنسميها ثلاثية الأبعاد أو ثلاثية مرتبة. مش هنقول بقى زوج مرتب، هنقول ثلاثية مرتبة. وطبعا ما معنى كلمة تنتمي لح 3؟ يعني النظام الثلاثي الأبعاد. كده عرفنا خلاص ما هو النظام الثلاثي الأبعاد، عبارة عن محور س ومحور ص ومحور عين بيعيلني نقطة في الفراغ. بصوا يا شباب مع بعض، شايفين المساحة المظللة اللي أمامنا. هذه المساحة المظللة واقعة في المستوى س ص، وتسمى المستوى س ص، يعني واقعة بين محور س ومحور ص. هذه المنطقة المظللة تسمى المستوى س ص. أما المنطقة المظللة التانية دي اللي هي مظللة أمامنا، دي تسمى المستوى صاد عين. صاد عين هي المساحة بين محور س ومحور صاد. هذه المساحة السطحية تسمى المستوى صاد عين، يعني المستوى بين محور صاد ومحور عين. كذلك لو نظرنا للمساحة المظللة بين محور عين ومحور صاد ومحور س تسمى المستوى س عين. أصبح عندي دلوقتي ثلاث مستويات، المستوى س صاد والمستوى صاد عين والمستوى س عين. دول المستويات الثلاثة. طبعا احداث النقطة هيبان في نفس برضو 2 و3 على محور ص طبعا، ثم 4 ناحية محور عين
بكده قدرت احدد احداثيات نقطه الف بشكل واضح جدا في المحاور الثلاثه. تعالوا نشوف مثال توضيحي يعيشني في جو النظام الثلاثي الابعاد، من خلاله هنفهم ازاي نحدد احداثيات اي نقطه في اي مكان في الفراغ. الشكل الامامي صندوق على هيئه متوازي مستطيلات مرسوم كما بالشكل. المسافة ج م طولها 2 سنتي، المسافة أ د طولها 4 سنتي، المسافة د ن أو ب ه كلاهما طوله 5 سنتي. عايز أتعلم يا شباب إزاي نجيب إحداثيات نقطة أ. نقطة أ دي لاحظوا إن هي موجودة على محور س، يبقى إحنا نتحرك ناحية محور س المسافة واو أ. هذه المسافة واضح إن هي هندسيا تساوي 2 سنتي تساوي ج م، وبالتالي يبقى أنا تحركت ناحية محور س ابتداء من نقطة الأصل وحدتين أو 2 سنتيمتر، وبالتالي هنقول 2. ثم توقفت، يعني ما اتجهتش ناحية محور ص ولا اتجهت ناحية محور ع، وبالتالي هنقول 0 0. إذا نقطة أ دي إحداثياتها 2 0 0، وبنقول ساعتها هذه النقطة تقع على محور س. لاحظوا إن النقطة التي تقع على محور س فيها قيمة للسين ما فيهاش صاد وما فيهاش عين، يعني صفر صاد وصفر عين. طيب نقطة ب بالمثل تماما، نقطة ب دي تقع على محور صاد اللي هي النقطة اللي احنا بنشاور اليه، دي تقع على محور صاد. طيب تعالوا نتعلم ازاي نحدد احداثيات نقطة ب. لاحظوا ان انا اتجهت مباشرة ناحية محور صاد، ما اتجهتش ناحية محور س بشيء، وبالتالي هنقول صفر على السين، ثم اتجهت 4 على الصاد وما طلعتش ناحية محور عين أي حاجة، وبالتالي إحداثي نقطة ب هيبقى 0 على السين و4 على الصاد و0 على العين، يبقى إحداثياتها 0 4 0، ويقال إن نقطة ب تقع على محور صاد. نلاحظ أيضا أن النقطة اللي على محور صاد فيها 0 رقم 0، رقم يخص محور صاد، أما محور س ما مشيناش عليه بحاجة وبالتالي 0، كذلك محور عين ايضا بيساوي صفر، او ما تحركناش عليه اي مسافه وبالتالي احداثياتها صفر. يبقى اي نقطه على محور صاد مؤكد احداثياتها صفر رقم صفر مؤكد. طب تعالوا نتكلم على نقطه جيم. نقطه جيم ايضا تقع على محور عين، طالما تقع على محور عين يبقى انا ما اتجهتش اي مسافه على محور س ولا اتجهت اي مسافه على محور صاد، واتجهت مباشره على محور عين مسافة قدرها 5 وحدات، وبالتالي إحداثيات نقطة ج 0 0 5 وتقع على محور عين. أول ملحوظة لاحظها مهمة جدا يا شباب، إن أي نقطة على محور فيها صفرين، دي معلومة مهمة جدا. أي نقطة على محور فيها صفرين، حسب مين هم الصفرين دول أو حسب مين هو المحور ده. أي نقطة على محور س مؤكد إحداثياتها رقم 0 0، وأي نقطة على محور ص مؤكد إحداثياتها 0 رقم 0، وأي نقطة على محور ع إحداثياتها 0 0 رقم. دي معلومات مهمة جدا بتساعدنا في تحديد موضع نقطة على المحاور، وتساعدني في حل كثير من التمارين. طب تعالوا نتكلم بقى على نقطة د. لاحظوا إن نقطة د دي تقع بين محور س ومحور ص، ويقال ان هي تقع في المستوى س ص. تعالوا نشوف احداثياتها ايه. هبدا ايضا من نقطه الاصل، همشي وحدتين في اتجاه واو الف، ثم همشي 4 وحدات في اتجاه محور ص، ثم توقف، يعني مش هطلع ناحيه محور ع حاجه، وبالتالي احداثيات نقطه د هي عباره عن 2 و4 و0، وتقع في المستوى س ص. لاحظوا ان فيها رقمين وصفر. طيب تعالوا نتكلم على احداثيات نقطة ه. نقطة ه دي يا شباب تقع في المستوى ص ع، طالما تقع في المستوى ص ع إذا ما فيهاش حاجة تعبر عن السين، وبالتالي هتبدأ بصفر، وبالتالي احداثياتها صفر، ثم اتجهت ناحية محور ص 4، ثم طلعت ناحية محور ع ب 5، وبالتالي احداثياتها 0 4 5، ويقال أنها في المستوى ص ع. تعالوا نتكلم على نقطة ميم. لاحظوا نقطة ميم دي على الجنب، يعني تقع في المستوى س ع، طالما تقع في المستوى س ع إذا مؤكد ما فيهاش رقم يعبر عن محور ص، وبالتالي إحداثياتها مشيت 2 في اتجاه محور س، ثم ما اتجهتش خالص ناحية محور ص، ثم اتجهت مباشرة ناحية محور ع 5 وحدات،
يبقى إحداثيات نقطة ميم عبارة عن 2 و0 و5 وتقع في المستوى س عين. طيب تعالوا نلاحظ ملحوظة مهمة جدا، إحنا خلاص قلنا النقطة التي تقع على محور فيها صفرين، حسب مين هو المحور؟ لو كنت بتتكلم على محور س يبقى مؤكد ص بصفر وعين بصفر، وبالتالي إحداثياتها رقم صفر صفر، وكذلك على محور ص ومحور عين. أما النقطة التي تقع في مستوى فيها صفر واحد، حسب مين هو المستوى؟ فلو كنت أنا أو لو كانت النقطة تقع في المستوى س ص مؤكد ما فيهاش عين، وبالتالي المسقط الثالث هيبقى إحداثياته بيساوي صفر، يبقى أي نقطة تقع في مستوى مؤكد يكون إحدى إحداثياتها بتساوي صفر حسب مين هو المستوى. تعالوا نتكلم على نقطة نون، دي نقطة نون بقى دي نقطة كاملة الأركان في الفراغ ما فيهاش ولا صفر. ليه؟ عشان أوصل لنقطة نون هبدأ من نقطة الأصل وأتحرك في اتجاه محور س وحدتين، ثم ناحية محور ص 4 وحدات، ثم هطلع ناحية محور عين 5 وحدات، وبالتالي إحداثيات نقطة نون 2 و4 و5، ودي نقطة يا شباب كاملة في الفراغ، أي نقطة كاملة في الفراغ مؤكد ما فيهاش ولا صفر. إذا الموضوع ده مهم جدا يا شباب، أو الفكرة دي في منتهى الأهمية. أي نقطة تقع على محور مؤكد فيها صفرين، وأي نقطة تقع في مستوى مؤكد فيها صفر واحد، وأي نقطة في الفراغ ما فيهاش ولا صفر هيتكتب. فنخلي بالنا الفكرة دي مهمة جدا. طيب ناخد مثال تاني أكثر عمقا، هناخد أجزاء سالبة من المحاور. نبص مع بعض للشكل الأمامي، برضو متوازي المستطيلات مرسوم في الاتجاه السالب لمحور س، وبالتالي نخلي بالنا من احداثياته. بالمناسبه يا شباب اللي احنا عارفين ان في النظام الثنائي الابعاد المحاور س المحورين س وص بيقسموا المستوى الى 4 ارباع، ربع اول وربع ثاني وربع ثالث وربع رابع، بينما في الفراغ المحاور الثلاثه اللي هم س وص وعين بيقسموا الفراغ الى 8 تتمان، 8 تتمان وليس 4 ارباع زي النظام الثنائي الابعاد. في الفراغ المحاور الثلاثة بتقسم الفراغ إلى 8 تتمان، في تمن أول وتمن تاني وتمن تالت لغاية تمن تامن. طيب المثال الأمامي متوازي المستطيلات موجود في الاتجاه العكسي لمحور س، عايزين نتعلم نجيب إزاي نجيب إحداثيات رؤوسه كلها. خلي بالكم المسافة ه ج طولها 5 سنتيمتر، المسافة ه ن طولها 3 سنتيمتر، المسافة ن د طولها 4 سنتيمتر. تعالوا مع بعض نتعلم إزاي نجيب إحداثيات ألف. لاحظوا ان نقطة ا دي تقع على محور س بس الاتجاه السالب لمحور س. احنا اتفقنا من شوية ان اي نقطة تقع على محور مؤكد فيها صفرين. طب هنا الجزء ده هو الجزء السالب لمحور س، وبالتالي احداثيات نقطة ا سالب 5 0 0 كما بالشكل. طبعا المسافة هو ا دي طولها 5 وحدات طول 5 سنتيمتر، بس هي في الاتجاه السالب لمحور س، عشان كده احداثياتها سالب 5 0 0. طيب نقطة ب دي طبيعية جدا تقع على محور ص، واتفقنا احداثياتها صفر رقم صفر، مين الرقم هنا اللي بيعبر عن المسافة على محور ص؟ هو 3، وبالتالي احداثيات نقطة ب 0 3 0. احداثيات نقطة ج واضح ان هي تقع على محور عين، وبالتالي احداثياتها 0 0 رقم، الرقم ده يعبر عن المسافة على محور عين، واضح ان المسافة واو ج طولها تساوي 4 سنتيمتر، وبالتالي احداثيات نقطة ج هي 0 و4 و0. تعالوا نتكلم على نقطة د، مهمة جدا نقطة د دي يا شباب، لاحظوا ان هي تقع في المستوى ص س شرطة او س ص بس الاتجاه السالب لمحور س، وبالتالي احداثياتها احنا اتفقنا ان اي نقطة تقع في مستوى فيها 0 1 حسب هي تقع في مستوى ايه. طالما تقع في المستوى س ص اذا مؤكد ما فيهاش عين، يعني المسقط العيني هنا هيساوي 0، وبالتالي هيبقى رقم صفر، س ص عين، س برقم وص برقم وعين بصفر اكيد. طيب الرقم بتاع س اتفقنا خلاص الس بسالب 5، ثم ص 3، طبعا ما طلعناش حاجه لفوق يعني العين بصفر، وبالتالي احداثيات نقطه د سالب 5 و3 و0. هنشاور اهو كده سالب 5، ثم مشيت كده 3، نحاول نجيب القلم كده مشيت 3 وكده مشيت كده اسف كده مشيت سالب 5 وكده مشيت 3، ثم توقفت عند نقطه د، وبالتالي احداثيات نقطه د سالب 5 3 0.
طب تعالوا نتكلم على احداثيات نقطة تعالوا نتكلم على احداثيات نقطة ه. نقطة ه يا شباب تقع في المستوى س شرطة عين، يعني في المستوى س عين، وبالتالي ما فيهاش صاد، يبقى احداثياتها سالب 5، ما فيش صاد يعني صفر، ثم اتجهت مباشرة 4 وحدات لفوق، وبالتالي احداثياتها سالب 5 وصفر و4. احداثيات نقطة ميم، نقطة ميم دي خلي بالكم يا شباب مش في الفراغ، نقطة ميم دي تقع في المستوى صاد عين، يعني في الواجهة اللي أمامي مباشرة في المستوى صاد عين، وبالتالي ما فيهاش سين، يبقى إحداثياتها صفر 3 4، ما فيش سين يعني صفر، ثم 3 على محور صاد، ثم 4 على محور عين. نقطة نون بقى دي نقطة كاملة في الفراغ، نقطة نون دي نقطة كاملة في الفراغ، إحداثياتها سالب 5 4، آسف، سالب 5 3 4، يعني مشيت ناحية محور س 5 وحدات سالبة، ومشيت ناحية محور ص 3 وحدات موجبة، وطلعت ناحية محور عين 4 وحدات موجبة، وبالتالي إحداثياتها سالب 5 3 4 في الفراغ. عرفنا إحداثياتها. تعالوا بعض الملاحظات الهامة جدا بناء على الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. بيقول لي إذا كانت النقطة ألف وب وجيم تقع على محور س، اتفقنا خلاص، أي نقطة على محور أكيد فيها صفرين. مين هما الصفرين؟ حسب مين هو المحور. طالما بتكلم على محور س يبقى في رقم يخص السين ومفيش رقم يخص الصاد ولا حتى يخص العين، عشان كده هنقول فعلا ب بتساوي صفر وج بتساوي صفر، يعني دول كده بصفار طالما النقطة تقع على محور س. أما إذا كانت النقطة تقع على محور صاد يبقى مؤكد في رقم يخص الصاد، إذا مفيش حاجة في مسقط في المسقط السيني ولا حاجة في المسقط العيني، عشان كده أ تساوي صفر وج تساوي صفر. أما إذا كانت النقطة تقع على محور عين، يعني في رقم يخص محور عين، إذا مؤكد أ بصفر و ب تساوي صفر. طيب أما إذا كانت النقطة تقع في المستوى س صاد، إحنا اتفقنا أي نقطة تقع في مستوى مؤكد فيها صفر واحد. طب مين هو الصفر ده؟ حسب مين هو المستوى. لو كنت بتتكلم في المستوى س ص يبقى مؤكد مفيش عين، مفيش عين يعني ج هتساوي صفر. طب لو كنت لو كانت النقطة تقع في المستوى ص ع، بالتالي ما فيهاش س يبقى لازم س تساوي صفر، يعني أ دي هتساوي صفر. إذا كانت النقطة تقع في المستوى س ع يعني ما فيهاش ص، معنى ذلك لازم ال ب دي تساوي صفر. إذا خلاص عرفنا يعني نقطة تقع على محور ونقطة تقع على مستوى. طيب بعد نقطة بقى يا شباب عن المحور وبعد النقطة عن المستوى، ده برضو كلام في منتهى الأهمية. بعد النقطة أ وب وج عن المستوى س ص دائما يا شباب مقياس الرمز الثالث، حسب أي مستوى؟ أنت بتتكلم على المستوى س ص، إذا بعد النقطة عن المستوى س ص مقياس البعد العيني، يعني مقياس الجيم. ليه بنقول مقياس الجيم؟ عشان لو كان احداثيات نقطه ج احداثيات سالبه طبعا هناخد مقياسها، يعني هتبقى موجب، لان البعد هنا لازم يكون كميه موجبه. وبالتالي مهمه جدا يا شباب نعرف الاتي: بعد نقطه عن مستوى مباشره مقياس الرمز التالي. لو كنت بقول بعد نقطه عن المستوى س ص يبقى مقياس العين، طب بعد نقطه عن المستوى س ع يبقى مقياس الصاد، بعد نقطه عن المستوى ص ع يبقى مقياس السين. ده كلام في منتهى الاهميه. بينما بعد نقطه عن محور، دي بقى حاجة تانية، في فرق بين بعد نقطة عن مستوى وبعد نقطة عن محور، نخلي بالنا كويس. اتفقنا خلاص، بعد نقطة عن مستوى مقياس الرمز الثالث، حسب مين هو المستوى. بينما بعد نقطة عن محور بنعمل دايما فيثاغورس للمحورين التانيين أو للرمزين التانيين. فلو عايز أجيب بعد النقطة أ وب وج عن محور س، على طول مباشرة فيثاغورس لب وج، يعني جذر ب تربيع زائد ج تربيع. وهكذا بقى في باقي المحاور، بمعنى لو عايز اجيب بعد هذه النقطة عن محور صاد يبقى فيثاغورس لألف وجيم. طب عايز اجيب بعد نقطة عن محور عن المستوى عن 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 محور سين يبقى فيثاغورس قلنا لب وجيم. طب عن محور عين يبقى فيثاغورس لألف وب. يبقى نخلي بالنا كويس جدا يا شباب، هناك فرق بين بعد نقطة عن مستوى وبعد نقطة عن محور. بعد نقطة عن مستوى مقياس الرمز الثالث، بينما بعد نقطة عن محور بنعمل فيثاغورس للرمزين التانيين. بالنسبه لمعادله المستوى س ص، المستوى س ص يا شباب له معادله اسمها عين تساوي صفر. يبقى لو كان عين تساوي صفر دي بتعبر عن المستوى س ص، طب لو كانت ص بتساوي صفر تعبر عن المستوى س عين،
وهكذا، وبالتالي دي اسمها معادلة المستوى س ص، هي عين تساوي صفر. بالمناسبة لو عين تساوي رقم دي معناها مستوى يوازي المستوى س ص، حسب بقى الرقم ده موجب ولا سالب. لو كانت عين مثلا تساوي 3 يبقى دي تعبر عن المستوى س ص، مستوى يوازي المستوى س ص ويبعد عنه 3 وحدات موجبة. اما لو كانت مثلا عين تساوي سالب 4 دي معناها انها مستوى يوازي مستوى س ص ويبعد عنه 4 وحدات سالبة يعني لأسفل. تعالوا مع بعض نشوف بقى التمارين اللي هتخدم على الكلام اللي احنا قلناه كله. اول مثال بيقول لي اذا كانت النقطة كاف ناقص 2 وكاف زائد 1 و3 ناقص كاف تقع في المستوى س عين، فان بعد النقطة عن محور ص يساوي نقط. اول ملحوظة يا شباب نخلي بالنا، طبعا مديني عدة اختيارات، طبعا يا شباب الاسئلة انا عرضها كلها عبارة عن اختيار من متعدد، وده طبعا النظام الجديد اللي احنا هنتعود عليه في الثانوية العامة في الفترة الاخيرة. بيقول لي النقطة دي تقع في المستوى س عين، ما معنى ان النقطة تقع في المستوى س عين؟ معنى ذلك ان الاحداث الصادي لهذه النقطة لازم يساوي صفر طالما تقع في المستوى س عين. ما هو الاحداث الصادي لهذه النقطة؟ واضح هو كاف زائد واحد. يبقى نقول له كده، بما ان النقطة تقع في المستوى س عين يبقى على طول كاف زائد واحد يساوي صفر، ومنها بكل بساطة هودي الواحد هناك بإشارة مخالفة هتبقى الكاف تساوي سالب واحد. كده اقدر اجيب النقطة بشكل كامل، يبقى اصبحت النقطة عبارة عن سالب واحد وسالب اتنين سالب تلاتة، سالب واحد واحد طبعا طبيعي تكون ناقص ناقص واحد هتعمل لي أربعة. كده النقطة اكتملت عندي بشكل كامل. هو عايز بقى بعد هذه النقطة عن محور ص، احنا اتفقنا خلاص بعد نقطة عن محور فيثاغورس على طول للرمزين التانيين. انت قلت ايه يا مستر؟ قلت س عن محور ص، يبقى تعمل لي فيثاغورس للسالب 3 والاربعه، يعني البعد هنا عباره عن جذر سالب 3 تربيع ب9 و4 تربيع ب16 هيبقى 25 جذرها 5، وبالتالي بعد هذه النقطه عن محور ص 5 وحدات. واضح عندي ان الاجابه الصحيحه هي الاجابه المفروض الاجابه الثالثه، المفروض الاجابه الثالثه هي اللي صحيحه يا شباب، يعني دي الاجابه صح. نشوف مثال ثاني. إذا كان بعد النقطة 2 كاف وكاف زائد 3 وكاف ناقص 2 عن المستوى س ص يساوي 3 وحدات طول، فإن بعدها عن المستوى ص عين يساوي نقط وحدة طول. طب يا شباب هنا بيقول لي بعد النقطة دي عن المستوى س ص يساوي 3 وحدات، إحنا اتفقنا ما معنى بعد نقطة عن مستوى؟ اتفقنا هي مقياس الرمز الثالث حسب أنت قلت مستوى إيه؟ واضح إن أنا قلت المستوى س ص، يبقى على طول مقياس اللي هو كاف ناقص 2. يبقى انا هقول له مباشره مقياس كاف ناقص 2 تساوي 3، واحنا عارفين طبعا من دراساتنا السابقه لما المقياس يساوي عدد يبقى ما بداخل المقياس بيساوي موجب او سالب هذا العدد، معنى ذلك ان كاف ناقص 2 تساوي موجب او سالب 3. لما نقول كاف ناقص 2 بتساوي 3 هستنتج ان الكاف تساوي 5، وما اقول كاف ناقص 2 بتساوي سالب 3 هستنتج ان الكاف تساوي سالب واحد. اذا في هنا احتمالين للنقطه اللي امامي، في حاله ما اذا كانت كاف بخمسه، وفي حاله ما اذا كانت كاف بتساوي سالب واحد. عند كاف بخمسه تعالوا نعوض كده، يبقى اصبحت النقطه عباره عن 2 في 5 ب 10، 5 زائد 3 8، و5 ناقص 2 3. كده النقطه خلاص 10 8 3، ده عند كاف بتساوي 5. هو عايز بقى بعد هذه النقطه عن المستوى ص عين، طبعا بعد نقطة عن مستوى على طول مقياس الرمز الثالث، وبالتالي هيبقى 10، مقياس طبعا 10 ب 10. أما إذا كانت كاف تساوي سالب واحد هنعوض في النقطة، 2 في سالب واحد بسالب 2، سالب واحد زائد 3 2، سالب واحد وسالب 2 سالب 3، وبرضه أنا محتاج بعدها عن المستوى ص عين، واضح إن هو هيبقى مقياس السالب 2 يعني بعدها عن محور عين عن المستوى ص عين هيبقى 2، وبالتالي اصبح الشكل النهائي للبعد عن المستوى ص عين اما ان يكون 2 او 10. لو احنا بصينا في الاختيارات عندي 2 او 10، 3 وسالب 3، 4 5، واضح ان اجابتي الصحيحه هتبقى الاجابه الاولى. نشوف مثال ثالث. اذا كانت النقطه كاف و3 وسالب 2 تقع على بعدين متساويين من المحورين س وص،
فإن كاف تساوي نقط ومديني عدة اختيارات. طيب هو بيقول يا شباب النقطة كاف وثلاثة وسالب اتنين تقع على بعدين متساويين من المحورين. طيب ما معنى ان هي على بعدين متساويين من المحورين سين وصاد؟ معنى ذلك ان هي تبعد مسافة ما عن محور سين نفس المسافة عن محور صاد، يعني بعدها عن محور سين يساوي بعدها عن محور صاد، واحنا اتفقنا بعد نقطة عن محور في فيثاغورس على طول للرمزين التانيين. هذه النقطة اللي هي كاف وثلاثة وسالب اتنين تبعد عن محور سين مسافة فيثاغورس لثلاثة وسالب اتنين، يعني جذر تسعة زائد أربعة. أما بعدها عن محور صاد هنعمل على طول فيثاغورس للكاف والسالب اتنين، يعني كاف تربيع زائد أربعة. قلبت معايا جبر عشان أتعامل معاها هضطر أربع الطرفين بهدف التخلص من هذه الجذور. طبعا تسعة وأربعة هيبقى 13 وتساوي كاف تربيع زائد أربعة، ومن خلالها هيبقى كاف تربيع تساوي تسعة، اللي معناها إن كاف تساوي موجب أو سالب تلاتة، وبالتالي اختيار الصحيح هو الاختيار التاني. طيب هنتكلم دلوقتي يا شباب على البعد بين نقطتين. لو أنا عندي نقطة ألف إحداثياتها سين واحد وصاد واحد وعين واحد، ونقطة تانية ب إحداثياتها سين اتنين وصاد اتنين وعين اتنين، فإن البعد بينهما يعني المسافة بين النقطتين ألف وب بنقول عليها البعد بين نقطتين عبارة عن جذر سين واحد ناقص سين اتنين الكل تربيع، يعني بطرح المسقط الأول ناقص المسقط الأول الكل تربيع، ثم المسقط الثاني ناقص المسقط الثاني الكل تربيع، صاد واحد ناقص صاد اتنين الكل تربيع، بعد كده زائد عين واحد ناقص عين اتنين الكل تربيع، وأحيانا بنقولها باللغة العربية مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات. هذا القانون يا شباب هنستعمله كتير جدا معانا في الهندسة الفراغية، هتعلمنا ازاي نجيب البعد بين نقطتين. وبالتالي قانون البعد بين نقطتين بيقول جذر مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات. طيب تعالوا ناخد مثال البعد بين النقطتين ألف إحداثياتها سالب واحد وواحد وصفر، ب إحداثياتها اتنين وتلاتة اتنين وتلاتة وجذر تلاتة يساوي نقط، ومديني عدة اختيارات. طيب يا ترى اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة؟ طبعا وحدة طول. نطبق القانون مع بعض يا شباب. البعد اتفقنا خلاص عبارة عن جذر، تذكروا جيدا، مربع فرق السينات. يعني ايه مربع فرق السينات؟ يعني هطرح السينات من بعضها، يبقى انا هطرح سالب واحد ناقص اتنين او اتنين ناقص ناقص واحد، مفيش مش هتفرق معانا الطريقة اللي تعجبك. وبالتالي هقول سالب واحد ناقص اتنين الكل تربيع زائد واحد ناقص تلاتة الكل تربيع زائد صفر ناقص جذر تلاتة الكل تربيع. بكل بساطة هحصل على جذر سالب واحد وسالب اتنين بسالب تلاتة تربيعها بتسعة، واحد ناقص تلاتة سالب اتنين تربيعها اربعة، صفر ناقص جذر تلاتة هي سالب جذر تلاتة تربيعها تلاتة، تسعة واربعة وتلاتة هيبقى ستاشر جذرها اربعة. وبالتالي البعد بين النقطتين ألف وب هو اربع وحدات طول، وبالتالي اجابتي هنا الاجابة التالتة. اذا كان البعد بين النقطتين ألف ستة وخمسة وكاف وب اربعة وستة وواحد يساوي جذر واحد وعشرين وحدة طول، فإن كاف تساوي نقط، ومديني عدة اختيارات. هنا عكس السؤال يا شباب، اداني نقطة من النقاط فيها مجهول اللي هو كاف، بس اداني بديل ذلك البعد بين النقطتين جذر 21 وطالب قيمة كاف. نطبق قانون البعد عادي جدا. طبعا البعد هنا عبارة عن جذر مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات. تعالوا مع بعض كده، 6 ناقص 4 هيبقى 2 تربيعها 4، خمسة ناقص ستة سالب واحد تربيعها بواحد، كاف ناقص واحد هتبقى زي ما هي كاف ناقص واحد الكل تربيع يساوي طبعا جذر واحد وعشرين اللي هو مدهالي في السؤال. تعالوا مع بعض نربع الطرفين عشان نتخلص من الجذور. هيبقى الطرف الأيمن عبارة عن خمسة أربعة واحد خمسة، كاف ناقص واحد الكل تربيع يساوي واحد وعشرين. هنقل الخمسة في الجهة الأخرى بإشارة مخالفة، أصبح كاف ناقص واحد الكل تربيع بتساوي 16. لما أخد الجذر التربيع للطرفين هيبقى كاف ناقص واحد بتساوي موجب أو سالب 4. هناخد مرة الأربعة ونشوف كاف بكام، ومرة السالب 4 ونشوف كاف بكام. في حالة الأربعة هتبقى كاف ناقص واحد تساوي 4، وبالتالي كاف هتساوي 5. وفي حالة سالب 4 يبقى كاف ناقص واحد بتساوي سالب 4،
لما انقل السالب واحد في الجهه الاخرى باشاره مخالفه يبقى سالب 4 زائد 1 يبقى سالب 3. اذا قيم كاف هنا يا اما 5 يا اما سالب 3. واضح ان اجابتي الصحيحه هي الاجابه الثانيه. هننتقل لمثال اخر. النقاط الف وب وجيم، النقاط الف 2 وسالب 1 و3، ب سالب 3 و5 وسالب 6، جيم 7 وسالب 7 و12 تكون او تكون. هل هي تكون مثلث قائم الزاويه؟ ولا مثلث متساوي الساقين؟ ولا مثلث متساوي الاضلاع؟ ولا تقع على استقامه واحده؟ اني وضع من الاوضاع الاربعه هذه النقاط تحققه؟ طبعا يا شباب احنا هنجيب الابعاد الثلاثه، هنجيب البعد ا ب والبعد ب ج والبعد ا ج، من خلال العلاقه بين هذه الابعاد الثلاثه هقدر احدد اي اختيار من الاختيارات هو الاختيار الصح. تعالوا مع بعض نجيب البعد ا ب اللي هو جذر مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات، فهحصل على جذر 142. لما اجيب البعد ب ج بنفس الطريقه بالنسبه للب والجيم، برضو مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات، هحصل ايضا على جذر 142. طب لما اجيب البعد ب ج ب ج هحصل على نفس الكلام تماما، جذر 2 جذر 142. طيب ماذا نلاحظ يا شباب؟ لاحظوا لو انا جمعت جذر 2 جذر 142 زائد جذر 142 هيديني 2 جذر 142. اذا لاحظنا ان ب ج يساوي ا ب زائد ا ج، لاحظنا ان ب ج تساوي ا ب زائد ب ج، وده لا يتحقق الا اذا كانوا الثلاث نقاط تقع على استقامه واحده، وبالتالي اختيار الصحيح هو الاختيار الاخير. نشوف مثال اخر. النقاط نفس الطريقه 5 و1 و2، 1 و1 و6، 5 وسالب 3 و6 تكون مثلث، هو خلاص قايل لي تكون مثلث. هل هو بقى مثلث قائم الزاويه مساحته 10 جذر 3، ولا متساوي الساقين مساحته 8 جذر 3، ولا متساوي الاضلاع مساحته 8 جذر 3، ولا مختلف الاضلاع مساحته 24؟ تعالوا مع بعض نجيب الابعاد الثلاثه ونقرر شكل المثلث هيبقى ايه. ا ب خلاص اتفقنا بقى قانون البعد اتدربنا عليه كتير، جذر مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات، هحصل على 4 جذر 2. بنفس الطريقه ا ج هحصل على 4 جذر 2، ب ج هتطلع معايا 4 جذر 2. لاحظنا حاجه يا شباب، ان التلات ابعاد قد بعض، وده معناه ايه؟ ان التلات نقاط دول يكونوا رؤوس مثلث متساوي الاضلاع. إذا لاحظت إن أنا أمام مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 4 جذر 2. طيب هو طالب المساحة، خلاص أنا خلاص تأكدت إن أنا الاختيار الثالث. طب تعالى نتأكد بقى إن المساحة فعلا 8 جذر 3. مساحة طبعا أي مثلث عارفينها إحنا من دراساتنا السابقة، نص حاصل ضرب أي ضلعين في جيب الزاوية المحصورة. أنا بتكلم على مثلث متساوي الأضلاع، يبقى أنا متأكد إن جميع قياسات زواياه كل منها 60 درجة، وبالتالي اقدر اقول مساحه المثلث نص في 4 جذر 2 في 4 جذر 2 في جاء الزاويه المحصوره اللي هي 60 درجه، هحصل على 8 جذر 3. يبقى انا كده اصبح اختياري الصحيح مثلث متساوي الاضلاع مساحته 8 جذر 3. يبقى اجابتي هنا هي الاجابه الثالثه. المثال التالي هنتكلم على احداثيات نقطه المنتصف. ازاي يا شباب نجيب احداثي نقطة المنتصف؟ احنا خدنا احداثي نقطة المنتصف قبل كده في المراحل الاعدادية وفي اولى وثانية ثانوي، بس كان في نظام الثنائي الابعاد. دلوقتي هنتعلم ازاي نجيب احداثي نقطة المنتصف في نظام ثلاثي الابعاد. يقول لي بكل بساطة لو انا عندي نقطتين الف احداثياتها س1 وص1 وعين1، وب احداثياتها س2 وص2 وعين2، فإن احداثيات نقطة المنتصف هي س1 زائد س2 على الاثنين، وصاد 1 زائد صاد 2 على 2، وعين 1 زائد عين 2 على 2. يعني نقدر نقول مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2 ومجموع العينات على 2. تعالوا نشوف امثله توضح هذه القاعده. اذا كانت نقطه ج منتصف النقطتين ا سالب 3 و4 و5 وب 1 و0 و3، فان احداثيات ج يساوي نقطه. هنا عايز احداثيات نقطه المنتصف ومديني عده اختيارات. خلاص يا شباب بكل بساطه هنقول احداثي نقطة ج يساوي، تعالوا مع بعض نجمع السينات ونقسم على الاثنين. سالب 3 لما اجمعها مع 1 هحصل على سالب 2، واقسم على الاثنين فهحصل على سالب 1.
أربعة لما أجمعها مع صفر يبقى أربعة، وأقسم على الاتنين هحصل على اتنين. خمسة هجمعها مع التلاتة وأقسم على الاتنين يبقى تمانية على اتنين فيها الأربعة، يبقى إحداثيات نقطة المنتصف سالب واحد واتنين وأربعة، وده واضح إن هو الاختيار الأخير. مثال آخر، إذا كانت ج 5 وسالب 2 و3 هي منتصف القطعة المستقيمة أ ب حيث أ سالب 3 و4 و5، فإن إحداثيات ب تساوي إيه؟ هنا شباب عكس السؤال. في المثال السابق كنت أنا اديتك طرفي القطعة المستقيمة وعايز إحداثيات نقطة المنتصف. دلوقتي أنا عكست، اديتك إحداثيات نقطة المنتصف واديتك إحداثيات أحد الأطراف وعايز الطرف الثاني. طبعا هنا بكل بساطة هنقدر نقول لها أكتر من طريقة. احنا هنفرض ان احداثيات نقطه ب اللي هي الطرف الثاني س وص وع، وطبعا ج عندنا هي المنتصف، يبقى المفترض احداثيات نقطه المنتصف اللي هي 5 وسالب 2 و3 دي عباره عن سالب 3 زائد س على 2 و4 زائد ص على 2 و5 زائد ع على 2. لما نساوي بقى المسقط الاول بالمسقط الاول هقدر احصل على قيمه س بالشكل الاتي، طرفين في وسطين هحصل من خلالها ان س بتساوي 13. كذلك لما اساوي 4 زائد ص على 2 ب سالب 2 هحصل على المعادله اللي امامي، ومن خلالها الطرفين في وسطين هحصل على ص تساوي سالب 8. ولما اساوي 5 زائد ع ب 3 هحصل على العلاقه اللي امامي، ومن خلالها هتبقى العين تساوي 1. يبقى اصبح احداثيات الطرف الاخر هي 13 وسالب 8 و1، يعني الاجابه التاني. طيب في طريقه ثانيه يا شباب نوضحها لابنائنا الطلبه، وهي عشان اجيب احداثي احد الاطراف اضرب احداثي نقطه المنتصف في 2 وقول ناقص الطرف الثاني. يعني هضرب ديت في 2 ناقص الطرف ا هيديني على طول الطرف ب. كلا الطريقتين صحيح. يبقى الطريقه الاولى تفرضها س ص ع وتتعامل معاها معامله تقليديه، او لايجاد احداثي نقطه الطرف اضرب المنتصف في 2 وشيل منها الطرف الثاني. يعني 2 في 5 ب 10 ناقص ناقص 3 هحصل على 13، 2 في سالب 2 بسالب 4 ناقص 4 هيديني سالب 8، 2 في 3 ب 6 ناقص 5 هيدينا 1. كلا الطريقتين صح، حل بالطريقه اللي تعجبك. بيقول لي في الشكل المقابل، ده برده شكل موجود في الصمن الاول متوازي مستطيلات زي ما خدنا في البدايه، بيقول لي نقطه لام منتصف ه د، منتصف نقطه ه ونقطه د او المسافه ايه ده؟ عايز طول لام جيم، عايز طول المسافه دي يا شباب. طبعا عشان اجيب طول لام جيم لازم الاول اعرف احداثيات جيم ايه واحداثيات لام ايه. احداثيات جيم بالنسبه لنا سهله، هي موجوده على محور عين وبالتالي احداثياتها 0 0 4. طيب عشان احصل على احداثيات نقطه دال لازم الاول اجيب احداثيات ه واحداثيات دال. عشان اجيب نقطه لام لازم احصل على احداثيات ه واحداثيات د ثم نجيب نقطة المنتصف. احداثيات د تقع في المستوى س ص، يبقى اصبح احداثياتها طبعا قلنا الاول احداثيات ه عبارة عن 0 6 4، اما احداثيات نقطة د تقع في المستوى س ص 2 6 0. تعالوا نجيب المنتصف اللي هو لام، مجموع السينات على الاثنين ومجموع الصادات على الاثنين ومجموع العنايات على الاثنين، هحصل على ان لام عبارة عن 1 و6 و2. كده خلاص معايا احداثي ج ومعايا احداثي ل، اقدر اجيب البعد بينهم عادي جدا بقانون البعد بين نقطتين، جذر مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العنايات، هحصل على جذر 41، وده عندي الاختيار الثالث. المثال الاخير معانا بيقول لي اذا كانت ا 4 وكاف زائد 6 وكاف وب 2 وميم و10 ناقص ميم وكان منتصف ا ب ينتمي لمحور س، فان 2 ك زائد م يساوي نقط. ده مثال مهم جدا شباب، بيقول لي احداثيات نقطه المنتصف للنقطتين ا وب تقع على محور س. طب تعالوا الاول نجيب احداثي نقطه المنتصف. منتصف ا ب هو عباره عن مجموع السينات على الاثنين والصادات على الاثنين والعنايات على الاثنين، يعني 6 4 زائد 2 على الاثنين يعني 6 على الاثنين، ك زائد 6 زائد م على الاثنين، كاف زائد 10 ناقص ميم على الاثنين. هو قال لي هذه النقطة تقع تنتمي لمحور س. ما معنى ان هي تنتمي لمحور س؟ يعني معنى ذلك ان الجزء ده بيساوي صفر وايضا الجزء ده بيساوي صفر. معنى ذلك ان كاف زائد 6 زائد ميم تساوي صفر، ومنها كاف زائد ميم تساوي سالب 6، وكاف زائد 10 ناقص ميم ايضا هتساوي صفر، وده معناه
ان كاف ناقص 10 ناقص ميم هتساوي سالب 10. لما نحل المعادلتين دول جبريا بكل بساطه هحصل على قيمه كاف بسالب 8 وقيمه ميم ب2، وهو عاوز مني 2 كاف زائد ميم، يعني 2 في سالب 8 بسالب 16 زائد 2 هحصل على سالب 14. وبالتالي اجابتي الصحيحه في هذا السؤال المهم هي الاجابه الاخيره. بكده يا شباب انتهينا من حلقه النهارده. كان معكم الاستاذ رفعت حمزه خبير وموجه اول الرياضيات. شكرا يا شباب.